تم تمديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء 28 من إبريل. عنصر الأخبار 31 من شهر مارس عام 2020 في تمام الساعة 20:05. قررت الحكومة اليوم تمديد جميع الإجراءات المتخذة في هولندا لمكافحة فيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء 28 من إبريل. في الأسبوع الذي يسبق 28 إبريل ستقوم الحكومة بتقييم الإجراءات اللازمة في الفترة التي تلي ذلك التاريخ. تحث الحكومة الناس على البقاء في منازلهم خلال عطلة عيد الفصح.